إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Then Allah mentioned the story of Tumah ibn Abarak, who stole the armor, and the Jew, Zayd ibn Samin, who was accused of this theft, saying, Lo! We reveal unto thee the scripture. We have sent you Gabriel with the Quran, with the truth, to show what is true and what is false, that thou mayst judge between mankind, justly, between Tumah and Zayd ibn Samin. By that which Allah showeth thee, by that which Allah hath taught and shown you in the Quran. And be not thou a pleader, a helper, for the treacherous, through their theft, i.e. Tumah. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. And seek forgiveness of Allah. Repent to Allah for being on the verge of hitting the Jew, Zayd ibn Samin. Lo!
Allah is ever forgiving, merciful, of him who dies repentant. It is also said that this means, Allah is forgiving of the transgression you were about to commit, merciful towards you. And plead not on behalf of people who deceive themselves by stealing. Lo! Allah loveth not one who is treacherous, through stealing, and sinful, by lying in his oath and falsely accusing an innocent person. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. They seek to hide from, they are ashamed of, men and seek not to hide from Allah, but they feel no shame towards Allah. He is with them, he is aware of them. When by night they hold discourse displeasing unto him, they utter that which displeases Allah and displeases people. Allah ever surroundeth what they do, and say, Lo! You are, the people of Tuma, i.e. the Banu Zafr, they who pleaded, argue, for them, for Tuma, in the life of the world. But who will plead, argue, with Allah for them, Tuma, on the day of resurrection, or who will then be there, Tuma's defender, who will bail him out from Allah's torment? أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Yet whoso doeth evil, whoever steals, or wrongeth his own soul, by lying in his oath or falsely accusing an innocent person, then seeketh pardon of Allah, and then repents to Allah, will find Allah forgiving, of his sins, merciful, in that he accepted his repentance. Whoso committeth a sin, steals and falsely swears by Allah, committeth it only against himself, he only earns the punishment of that sin. Allah is ever knower, of the one who stole the armor, wise, by commanding that his hand be cut. And whoso committeth a delinquency, a theft, or crime, and falsely swears by Allah, then throweth the blame, the theft, thereof upon the innocent, Zayd ibn Samin, hath burdened himself, has sentenced himself, with falsehood, the punishment of a great falsehood, and a flagrant crime, and the punishment of a flagrant sin.